صباح الخير. النهاردة زي ما اتكلمنا امبارح عن السلبيات، النهاردة هنتكلم عن الإيجابيات. اكلمكم النهاردة من مكان شغلي، الإسكان الاجتماعي المناقصة 54، زي ما حضراتكم شايفين كده تحت الإنشاء. كل اللي قدامك ده هيبقى إسكان، من أول إسكان متوسط، إسكان فوق المتوسط، إسكان متميز تحت الإنشاء. ودي من الإيجابيات برضو اللي بتحصل في البلد. أنا شايف اللي دي هتبقى مدينة جديدة، دي أكتوبر الجديدة بعد كمين الواحات. ودلوقتي المشروع اللي أنا شغال فيه الإسكان الفوق المتوسط، إسكان المتوسط مش فوق المتوسط، زي ما حضراتكم شايفين كده هو تحت، لسه تحت الإنشاء. إن شاء الله برضو هطلع في فيديو هتكلم فيه برضو عن التفاصيل، إزاي تقدم من فين، الأماكن اللي أنت تقدم فيها، الأماكن اللي أنت متقدمش فيها لسه تحت الإنشاء وهتاخد وقت. هطلع أتكلم في كل ده.